نعرفوا ايه اللي حصل فيها المقصورة. عندي رسائل كتيرة جدا اتمنى اوصل لها مرة تانية. ادي يعني بداية الحوارات وبداية المناقشات كالعادة. انفرادات دريم لا تنتهي، هذا ما حدث وبداية المشكلة داخل مقصورة استاد القاهرة. الامور كانت هادئة حتى بدأت لحظة او شرارة الانفعال. ادي رئيس نادي الزمالك وامين صندوق النادي الاهلي وسمير زاهر رئيس النادي رئيس اتحاد الكورة، مندوب السيد رئيس الجمهورية، رئيس المجلس القومي للرياضة، كبار الضيوف. بدأت تنتقل الى السادة الحضور او باقي المتفرجين. هنستمر مع المشهد ونستمر مع اللحظة ونشوف ايه اللي بيحصل داخل مقصورة استاد القاهرة. الامن بدأ وبدأت بقى الامور تشتعل مرة اخرى. يعني ادي القصة كلها، معلش لانه مهم جدا برضه. انا مش شايف ان في حاجة تستدعي، لكن خلاص بدأ الصوت يعلى والزحمة تزيد. ومحمد عبد الوهاب عضو مجلس